اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نصلح شاحن هاتف 5 فولت 2.1 امبير 2 مخرج USB. الشاحن اللي معانا هنجربه مع بعض دلوقتي ونشوف ايه المشكله اللي فيه، وان شاء الله في فيديو النهارده نستفيد حاجه جديده. هنوصل كده بالمالتيميتر، الجهد اللي خارج جهد غير مستقر بالملي فولت. طبعا يفرق كتير لو المالتيميتر مدينا صفر، لو المالتيميتر ثابت كده هتفرق كتير، ممكن كنا نعتقد ان الشاحن ضارب او تالف تماما، ولكن طالما ان فيه تغير اذا الشاحن شغال، ولكن في مشكله في قطعه معينه او في جزء معين من الشاحن. وبالتالي هنفك الشاحن ونشوف مع بعض المشكلة فين وهنقدر نصلحها ولا لا. تابعوني. طبعا ناخد بالنا واحنا بنفتح النوع ده من الشواحن ما ندخلش القطر او اي أداة بنفك بيها، لأن ممكن تتلف أي قطعة أو تتلف البوردة من الداخل، ممكن بقطمة فيها بنزين تساعد في فك اللحام. طيب البوردة مع بنات الإنبوت، أطراف اللايف ونيوترال داخل على مقاومة فيوزية، مرر التيار للبريدج ريكتفاير 4 أطراف، والجهد الموجب وسالب بيدخل على مكثف التنعيم، وهنا اي سي الباور مع بعض المقاومات. شاحن بسيط جدا. انا اول حاجة اشك فيها زي ما حضراتكم شايفين الشوتك دايود هنا، واضح ان في سخونة، وممكن مكثف الاوتبوت اللي هو المكثف ده، المكثف بيكون 10 فولت غالبا، فعلا 470 مايكرو 10 فولت. هنشوف المكثف وهنشوف الشوتك دايود، ولو سلام ممكن نرجع تاني ونشوف باقي المكونات. طيب في هنا في ليد، هنشوف الليد شغال ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين الليد بيشتغل ويطفي، وده بيرجعنا للاي سي، لان انا مكنتش شايف الليد ده والشاحن مقفول. الليد ده بيشتغل ويطفي دليل على ان الاي سي بيشتغل ويفصل، فهنا هنرجع لمكثف تغذية الاي سي، وهو المكثف ده 50 فولت 10 مايكرو. هنخلينا مبدئيا مع الدايود والمكثف، لو الاوتبوت تمام هنرجع تاني للانبوت. اثناء تسخين الكاوية هنشوف ديودات الانبوت. الدايود ده تمام، ده دايود تغذية الاي سي. برضو تمام. طيب هنشوف الشوتك دايود الاول والمكثف، بعد كده هنشوف مكثف تغذية الاي سي. المكثف ده بياخد من الملف المساعد، ومن خلال الدايود بيشحن مكثف تغذية الاي سي، ومن خلال الجهد على المكثف الاي سي بيشتغل. هنرفع الشوتك دايود، يكفي طرف واحد من الشوتك دايود، ونقيس على وضع الدايود. الانحياز العكسي مفيش قراءة، في الانحياز الأمامي قراءة شوتك دايود عادية 100 تقريبا 150. نرجع الشوتك دايود مكانه ونخرج المكثف. لو مكثف التنعيم فيه مشكلة، ده هيخلي الأوتبوت مش مظبوط ومش مستقر.
مكثف. تلتمية وتمانين مايكرو فراد، وهو المفروض 470 مايكرو فراد. إذن لازم نستبدل المكثف ده ونجرب قبل أي حاجة. معانا هنا مكثف 470 16 فولت، مفيش أي مشكلة في زيادة الفولت، ولكن بقدر الإمكان نحاول نلتزم بيه القيمة عشان يخرج معانا تيار مظبوط. طبعا لازم نكون عارفين الموجب والسالب. دايما الموجب مع العلامة السيلفر من الشوتكي دايت، علامة السيلفر اهي. اذا ده الموجب، تعالوا مع بعض نجرب كده ونشوف الليد هيشتغل بانتظام ولا لا. برضو مشكلة موجودة زي ما حضراتكم شايفين. اذا اتوجه مباشرة لمكثف الاي سي ونشوف الجهد عليه كم فولت. المفروض دايما بيكون جهد في حدود ال 12 فولت. طبعا جهد متقطع زي ما حضراتكم شايفين. اذا ممكن يكون المكثف ده تالف وبالتالي مش موفر جهد مناسب. نخرج المكثف من البوردة ونقيسه، ناخد لبالنا الموجب والسالب. زي ما قلنا الموجب دايما مع كاسود الدايود. كاسود الدايود اهو العلامة السيلفر دي، وبالتالي الطرف ده هو الموجب، وبرضو هنا في علامة سودة، ده بيكون سالب المكثف. استخرجنا المكثف وتعالوا مع بعض نقيس، والقيمة بتاعته 10 مايكرو. قيمة المكثف مظبوطة، ولكن أنا هغيره. نشوف قيم المكثفات قبل ما نوصل، لأن كلها مكثفات قديمة اللي عندي. سبعة وأربعين مايكرو 25 فولت. أنا أفضل 47 مايكرو 25 فولت، فأنا هوصله وهنجرب ونشوف هل المشكلة منه ولا لأ. كده وصلنا المكثف، نوصل ونشوف الليد. طيب نشوف مكثف الانبوت 400 فولت 4.7. نشيل مكثف الانبوت، ممكن مش بيوفر تنعيم جيد للاي سي، وبالتالي الاي سي مش بيشتغل بالشكل المطلوب. كده بناخد الاعطال مرحلة مرحلة. طبعا الموجب والسالب بيكون مع موجب وسالب البريدج ريكتفاير. نقيس مكثف، نفرغ شحنته الاول، ونقيس قيمة المكثف. واضح ان المكثف ده اوبن، وبالتالي مفيش اي تنعيم كانه مش موجود. لقيت المكثف ده مكثف مستعمل في الخردة 6.8 400 فولت، مناسب جدا. تعالوا مع بعض نوصله وان شاء الله
الشاحن هيشتغل. زي ما قلنا تلف المكثف ده بيخلي مفيش تنعيم في موجة التيار الدي سي اللي داخلة للاي سي، وبالتالي الاي سي بيقوم بيعمل ستارت اب، ولكن عند سحب تيار بيتوقف لان مفيش مخزون شحنة في المكثف. نتأكد من الموجب والسالب، سالب البريدج ريكتفاير مع سالب المكثف مظبوط. طيب تعالوا نجرب كده مع بعض. بسم الله كده زي ما حضراتكم شايفين الليد اشتغل بانتظام. اذا مشكلتنا كانت في مكثف التنعيم الانبوت بعد البريدج ريكتفاير، ولكن كان في برضه مشكلة في مكثف تغذية الاي سي لان قيمة المكثف كانت انخفضت، وزي ما حضراتكم شايفين في سوائل خارجة من المكثف. تعالوا مع بعض نقيس الجهد. زي ما حضراتكم شايفين 5.2 فولت. طيب هل الاختبار كده كافي؟ لا، الاختبار كده مش كافي، لازم نجرب على حمل، اي حمل، ونشوف الجهد. لازم يكون الجهد ثابت. زي ما حضراتكم شايفين ساحبين في حدود 500 مللي و5 فولت ثابت. بكده نكون اتأكدنا ان الشاحن شغال وقعدنا اصلاحه، وكانت المشكله في مكثف التنعيم عند الانبوت بعد البريدج ريكتفاير، وايضا كان في مشكله جزئيه في مكثف تغذيه الاي سي برضو استبدلناه، وبكده نكون قعدنا تشغيل الشاحن من جديد ونرجع البورده في مكانها والكفر بالشكل ده ونقطه امير ويشتغل معانا الشاحن. زي ما حضراتكم شايفين الليد شغال اهو، انا كنتش واخد بالي ان في ليد اساسا. تمام، اتمنى كل اللي استفاد من الفيديو النهارده يدعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.